وعلى مستوى النتائج وبعد انتهاء عملية الفرز وإحصاء الأصوات برسم الدوائر الانتخابية التشريعية المحلية والجهوية، تم تسليم نسخ من محاضر التصويت لجميع ممثلي المرشحين. وفي هذا الإطار يمكن الإعلان عن النتائج المؤقتة الخاصة ب 96% من مجموع المقاعد كما يلي: حزب التجمع الوطني الأحرار 97 مقعدا، حزب الأصالة والمعاصرة 82 مقعدا، حزب الاستقلال 78 مقعدا، الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 35 مقعدا، حزب الحركة الشعبية 26 مقعدا، حزب التقدم والاشتراكية 20 مقعدا، الاتحاد الدستوري 18 مقعدا، حزب العدالة والتنمية 12 مقعد، الأحزاب الأخرى 12 مقعد. حضرات السيدات والسادة، لقد برهنت المملكة المغربية أنها تمضي في الطريق الصحيح في اتجاه تعزيز هذه المكتسبات، آملين في أن تساهم هذه المحطة في تعزيز ثقة المواطن في العملية السياسية لما فيه المصلحة العليا للوطن والمواطنين. وبهذه المناسبة أود أن أشيد بجميع القوى السياسية الوطنية ومختلف فاعلين سياسيين وهيئات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الذين ساهموا في تحقيق هذه القفزة النوعية الجديدة التي عرفتها الديمقراطية ببلادنا. كما أهنئ المترشحات والمترشحين ومن خلالهم الهيئات السياسية على التزامهم بقواعد التباري الشريف في احترام القوانين والأنظمة الجارية بها العمل والتحلي بروح المواطنة وترجيح المصلحة العليا للوطن. وأريد في هذا الباب تثمين الدور الذي قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان في تأطيره لعمل ملاحظين الوطنيين والدوليين الذين شكل حضورهم قيمة مضافة لحصيلة تطور ممارسة الديمقراطية ببلادنا. وتوجه بالشكر الجزيل كذلك لكل من ساهم من بعيد أو قريب في إنجاح هذا الاقتراع، وخاصة السادة القضاة رؤساء لجان الإحصاء والسادة الوكلاء العامين ووكلاء الملك على اطلاعهم بدور حيوي خلال هذه المحطة. كما أنوه بأداء كل العاملين بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية وبمصالح الإدارة الترابية في العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وكافة أفراد القوات العمومية من درك ملكي ومصالح أمنية وقوات مساعدة ووقاية مدنية على المجهودات التي بذلوها من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وأؤكد في الأخير أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للاستحقاقات الانتخابية الجهوية والجماعية من خلال بلاغ لوزارة الداخلية فور الانتهاء من عمليات فرز واحتساب الأصوات وفق المساطر القانونية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.